محطوطين حطان. يحدث في الجزائر، شاهد ما تم العثور عليه في سكنات عدل 2000 بعنابة، غياب مراقبة الأشغال من طرف مكاتب الدراسات ومن طرف صاحب المشروع. يجب فتح تحقيق ومعاقبة المتسبب في هذه المهزلة ليكون عبرة. هذه نتيجة تواطؤ المسؤولين أصحاب الرشوة في المكاتب التقنية لمديرية الإسكان. هذيك وحيت بالكعبة دوك طيروها صالحة هذا شوف اخويا محطوطين حطان خلينا نحطوهم كعبة معي ولا ما يسمحوش يا بابا قرار اخويا قرار ها ما تكسرهمش اصلا ولا ما يسمحوش والله فقر من الله اخويا اني وحيت بيه والله وحيت بيه يتحرك